الحاله سهله مو تعرف الترانسبلانتيشن او قبل راح تصير اسئله بعد كل بار وكل سؤال اي قلب بدل ما اكثر على الاثناء صفق له ماشي؟ انا ترى مو ضمن عندنا كيس سيناريو 40 years old من اوكي سوينا كيدني ترانسبلانتيشن بعد ثلاث اشهر صار اكو سبسس صار عنده مايكروبيولوجي فلاش ماوت اصغر طلع انتبايتك اي اسبوعين وما تعرفت بعدين دمرت صحته قام سوينا له انفستيجيشن كيدني فانكشن تيست شفنا كرياتين عالي بعدين قام اكو نوعين اوكي من خلال هالتي سيناريو بدنا نعرف الاوبجيكتيف مالتنا هاي كيدني منين جايه؟ جاي من هيومن او نون هيومن؟ هيومن من راتب او غريب منطقه قويه كل الناس اوكي؟ زين او هاي الهجوم البناء اللي صار بالجسم شنو هذا؟ فهنا اليوم من خلال هالهجوم البناء على التي سيناريو اللي احنا كنا نعرفها ماشي وبعد ما بنعرف هذا الريجكشن اللي صار رفض للكدني شنو الانواع؟ بل الان ثاني لانه رسوس ماشي زين بسم الله الترانسبلانتيشن هي عمليه نقل تشيو سيال او اورجان من اللي هي يسموها جرافت من شخص الواحد اللي هو الدونر الى الريسيبيانت من شخص سليم معافى اللي هو الدونر للريسيبيانت المحتاج هذا الجرافت او المحتاج هذا العضو احنا راح نقسم التايب اوف جرافت على الانتيجينيك سيميلاريتي الانتيجينيك سيميلاريتي هي اللي راح تنجح عمليه الترانسبلانت فعندنا التايب اوف جرافت الاوتو جرافت الاوتو مينينج سيلف اوتو مينينج سيلف فهي نقل جزء من الجسم الى جزء اخر من فروم ون ريجن تو انذر ريجن اوف ذا سيم بودي اوكي لايك سكن جرافت ننقل سكن حالة خروف ننقل سكن من الثاني مثلا نخليه على الأرض زين أو كورونرا أرتري ريبليسمنت نجيب سبنس يعني إذا أكو فلاش راعي القلب نخليه بالقلب بالوزن صوت لها النوع الثاني اللي هو الأيزوغرافت الأيزوغرافت هذا بالأيدنتيكال توينز توائم متطابقة جينيا متماثلة مونوزيغوتيك توينز النوع الثالث هو الالوغرافت الالوغرافت مثل ما نعرف الالو ميني ديفرنس ديفرنت بيمن بالانتيجينز جينيتيكلي ديفرنت بس نفس السبيشيز سيم سبيشيز يعني هيومن تو هيومن بس هم مختلفين يمكن هم اصلا يعني مو توينز مختلفين زين اكو نوع رابع اللي هو ما في اصلا انتيجين سيميلارتي اللي يعرفوه وراثيا اللي هو الزينوغرافت ينقلون الجرافت من نون هيومن لانيمال لايك انسان الى الهيومن ماشي يعني قبل شهر سمعت هذا اللي نقلوه الى قلب خنزير ما خنزير بعدين حقيقه بس هو يعني ثلاث اشهر وصار اكو فيريا شيل هاي اسمع ماشي اكو شيء احتاج اعيده صوت اكو شيء اعيده هنا واضحه اكو اسئله بس انت على الاوتو والايزو والالو زيرو اوتوغراف معناها سيار تشو ايزو ايدنتيكال توينز الو ديفرنت يعني من شخص الى شخص يعني مني مثلا شخص من قاعد او زينوغراف اللي هي من انيمال تو هيومن عندنا اسئله شوفوها شوفوها في اللغه سؤال اول سؤال أول من يحل السؤال؟ سؤال أول من يحل السؤال؟ دائما الدلاله على مؤشر لك مثلا كانت اوتوغراف
ثلاثة بشرح لك الآن لك بسطة أصلا الأوتوغراف شو تعني؟ ترانسبلانت فروم مادر مي أوف فير أبيرسون تعطينيها؟ زين بعد من يقول أي بي سي دي؟ أي بعد يقول أي زين سؤال ثاني Any human into humans? Zero. الثالث set rejection والسكند set rejection. نيجي احنا ناخذ من نفس الدوره ناخذ organ نطي من السبيان. اذا صار اكو rejection يسمي third set rejection. ماشي؟ زين. بعد ورا المده بعد ما صار هذا rejection جبنا من نفس الدوره organ وطينا نفس السبيان هذا الاورجن في جراف. وصار اكو rejection واذا صار اكو rejection يسمي second set rejection. هذا السكند سيت ريجكشن يتميز ان هو اسرع لان شو كونه عندك؟ كونه عندك الايمون سيستم اقوى من اقوى من راح تتكون من خلال السكند سيت ريجكشن فراح تتكون ويصير اسرع وبنصف المده تقريبا اذا تشوفون هنا بهالصوره راح تشوفون الاكسبتنس هاي بالاوتوغراف اكسبتنس هاي اكو اكسبتنس هنا كفاسكولاريزيشن هيلينج ريزولت ريزولوشن اوكي فيرست سيت ريجكشن اول ما خلينا سكين جراف اول ما خلينا سكين جراف بدنا يصير بالفاسكولاريزيشن بعدين بعد اسبوع يعني ما اقول لك انه صار اكو فيرست سيت ريجكشن وتم بالكنترول زين نفس الدوله اعطانا جراف نفس الدوله اعطانا جراف في الانتجراف شو سوى هنا سيلر انفكتريشن فروم باث تو باث بشكل اسرع زين اكو سؤال راح يجاوب ليش رحنا تي سي ار هي بشكل انكتف وين بالضبط باللف نوت بشكل انكتف وين باللف نوت بس خلوه باك نوت يحتاج تسوي ريكوجنيشن للانتيجين تتعرف عليه ويحتاج تسوي اكتيفيشن ثم تسوي عملها ماشي اول شيء شنو ريكوجنيشن تعرف عليه بعدين اكتيفيشن بعدين تسوي فرش مال زين هاي تي سيل نايف تي سيل الحين بعد بس من عندنا احتمال بعد ما نلحق عليه شيء زين نايف تي سيل ما نحتمل بعد هاي بعد احنا ما طاقين بالترانسلانت قال لك شو قصه هسه بعدين نقوم بالترانسلانت بس هاي بس بيسكس بس روح احنا اكبر زين كان رايك عرفتي ذا بيسكس عرفتي ذا بيسكس ماشي ألفتي شايل الأنتجين عن طريق الـ MSC مثل ما تقول الأنتجين بزيادة السياسة شايلها MSC1 MSC2 زيادة خلينا نراجع الـ MSC قبل الـ MSC1 وين موجود بالضبط؟ كل النوكليات السياسة بالضبط ما عدا الأرض والـ MSC2 I'm
على على سطح الجراف تلعب عليه طلعت عن طريق الام اس سي على سطحها
هذا اسمه البروتين بروسيسنج. فهنا هي اصلا الانتيجين الانتيجين ذاتي نفسه الدنرتك سيلف هي اصلا على سطحها انتيجين كما تحتاج نسوي بروسيسنج للانتيجين على البروتين. فهي اصلا بها انتيجين اللي هو الكرونتايد مو هي نفسها تاجر تاجر للفلوس وسرعة تكشف ربطها بالسيديان سوى لها كشف من الكسر فخذ البادي فوت وسر
ويصير بلاد فيوجن بالجرافت، ويصير لون الجرافت احمر نفس لون الاعضاء فوق. بس احنا عملنا هايبر اكيوت راح يصير لون بلوج اور ديرم، اوكي مبين قدام. هذا نفسه الهايبر اكيوت انجكشن، حالا نشوفه خلال دقائق نشوفه الى ساعه، اوكي. هذا شو سبب؟ سبب وجود بريكوم بريكوم انتيبوديز أو pre-existing antibodies، يعني أصلاً موجودة antibodies ضد هذا الإجراءات. زين منين جاي هاي؟ ممكن أوكي. من عند الحامل. من لون الطفل. بالضبط. إيه. فهاي pre-existing antibodies موجودة. إحنا أول شيء إجراءات مين؟ إجراءات تعرفون صح واحد مرة عضو صح. نجيب من الرواتب مالته، اوكي زين. واذا هو اصلا البيشن ريزيدنت هو عنده 30 او عنده سيكل سيل انيميا بلاد ترانسفيوجن كومن نيت من الرواتب مالته، فاصلا الريسيبيانت متعرف على الانتيجين الموجوده بالبلاد. فاول ما تجي هاي الجراف اللي جاي من الرواتب متعرف عليه اصلا، متعرف على انتيجينات الدونر، اول ما تجي تقعد احسن اخذ روبوتك اكلوجن انتي بادي اسير تهاجم الهدف كله وتسوي اكلوجن. اوكي هاي واحد بس انتي بادي هيومرا انتي بس اقبح هاي انتي بادي بس يعني واحد يسألكم ليش صار ثرومبوسيس موجود بريد في الأكل يعني week to month week to month. من هذا قبل بالهاي الأكل أكو بيومرا بالنسي بيومرا نصيب بها التويلز نصيب. من هذا الأكل ريجكشن أو شو كان وقت week to month كان شو الأمور السماس مالتها تحتاج سيلولار ريجكشن، تحتاج أكل بيومرا ريجكشن يعني سيلز أكو التويلز راح تحتاج ماشي. زين تذكرون بالهايبر سنسيتيفيتي الرابع شو نسميه؟ زين هنا التي سيلز راح تهاجم الجرافت بعد ما تكونت المناعه تعدت بالمود سيستم تكونت مناعه ذات انترستيشن لفوتيك انفلترت انا وياك التي سيلز راح تهجم على الجرافت. هاي الإيمون ريسبونس الأول، الإيمون ريسبونس الثاني أنتي بادي تتكون أنتي بادي، أوكي راح تتكون أنتي بادي وراح تجون على الجراف. هاي أكوت سيلولار ريجكشن الأول يقول تي سيل مثلا سات توكسيك تحصل كلونج أوف ذا جراف كذلك السي دي 4 الثربة السيلولار اوكي بعد 30 سنة سير ريجكشن 15 سنة سير ريجكشن. زين شو سبب هذا ريجكشن؟ ريجكشن جاي يصير بالأرتري ستيجنيت وين بالضبط؟ بالأنتيما سموث مصر يصير بالبروليفريشن ستيجنيت بسبب فالنوع الخاص من السايتوكاين جاي يفرز الـ CD4 المحفزة اللي صار فيها اكتيفيشن تروح عليها هل كانت تيمور سيلز اللي هي سموث مصر وجاي تسوي ثيكنينج وجاي تسوي بروليفريشن فجاي يسوون اكلوجن شويه شويه الى ان توصل مرحله فايبر ريجكشن ماشي. عدة مكانات ممكن يعني هي تراكميه صارت زين فهسه الكرونيك
hesitate to ask any question. هاي محورة. الأستاذ الكبير الله يرحمه اللي قلت لكم اسمه اللي خالد ناجي يسمونه أبو الطب في العراق أو أبو الجراحي. هذا الأستاذ العظيم اللي تخرج من كلية الطب مباشرة درس صف سادس اللي وراه وامتحنهم وكانوا يخافون منه لأن كانت لجنة بريطانية تمتحن وياه والبريطانيين رأسا الطوف ار سي اس فخرية بعد ما داخل إقامة مباشرة تخرج امتحن الدورة اللي ورا وانطوقف ار سي اس فخرية عن زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية. هذا كان يسمونه the worm of the books دودة الكتب. شكو كتاب من المكتبة مال كلية طب بغداد قرأ خلال سوى عملية مال مصانع ور بالرابع كلية طب سوى عملية هيرنية بالرابع سوى عملية intestinal obstruction بالخامس سوى عملية حصات الكلية وهذه بالسادس. هذا اللي كنهن سواها قبل التخرج. هذا كان معجزة الطب بالعراق ومات الله يرحمه. واحدة سواها له؟ واحدة. والأستاذ يباوع شلون أنا هسه قاعد وعلي قاعد ينطي محاضرة. الأستاذ ما له علاقة. يباوع ومعجب. أمام طبعا ذاك الوقت التصوير كان بس سينمائي ماكو تصوير. فمصورات يعني. هذا don't forget to ask yourself why. هذا
نشوف أكثر شيء بالبون مرة أو بالليفر ترانسبلانتيشن. ليش؟ لأنه هو يكون رش بالليمفوسايت وأكثر شيء بالبون مرة ترانسبلانتيشن لأنه هم من مسكمات يعني كل شيء وهم من هو رش بالليمفوسايت. أنا أسأل سؤال هو هذا الموضوع صح؟ يعني جراند بيرس ترانسبلانتيشن إحنا نقول عليه موضوع ليش هو راح يهاجم جسمنا ويسوي لنا ريجكشن ويمنع الترانسبلانتيشن اللي إحنا بدنا نسويه مو؟ أحيانا مفيد. أحد يقدر يقول إيش وقت مفيد؟ أنتم. بلاك يوت مايلو لوكيميا. هسا واحد أنت يكوت مايلو لوكيميا ليش؟ أصلاً قد الوقت بسيك سانت ونورمال شيء. إيه توصل 12000 من يقول يعني نورمال. ممكن بالبرنس بالبرنسي توصل 16000 من اللي. فأنا أقول ما. باللوكيميا إيش قد توصل؟ توصل 40000. توصل من 100,000 إلى 300,000 كوات بي سي هذا اللوكيميا وبالحقيقة اللوكيميا كوات بي سي تختلف عن النورمال بالشكل وبالحجم فإحنا نسوي لهم بون مارو ترانسبلانت وبعدين تصعد هي تصعد أهم شيء حمينا بنسوي سيرولوجي تيست يعني نروح نفحص المريض نشوفه واصل الوايت بي سي ممكن 200,000 وممكن 300,000 خلية ممكن 300,000 وايت بي سي فاحنا نسويهم هاي اللي بنفيشيو نسويهم بولمون ترانسبلانتيشن للوكيميا حتى تهاجم اللوكيميك بلاد سيل يعني تكون كانسرس يعني تكون خلايا فرعانية فهنا راح نسويها نسميها جرافت فيرسس تيومر افكت تروح ضد التيومر وهذا الشيء بنفيشيو واضح مو؟ هنا نفس الكلام انه احنا تصير هاي الكونديشن او هذا مرات نسميه جراف فيرسس هوست ديزيز مو بس رياكشن من احنا نعطي جرافت بها تي سيل او تي ماتور تي لينفوسايت ليش اكثر شيء بالتي بالبون مارو ترانسبلانتيشن؟ لانه بي ستيم سيلز او هو يعني يكون سورس للهيماتولوجيك ستيم سيلز ممكن هو يسوي لي الاريثرويد يعني ار بي سي والمايلويد والليمفويد سيلز فحتى اني اتجنب هاي تو افويد ايش اسوي؟ لازم اسوي ديليشن للتي سيلز حتى ما يصير عندي الرياكشن الجراف فيرسس هوست رياكشن ما يصير لازم ايش اسوي؟ احذف التي لينفوسايت قبل ما ازرع الجرافت بالهوست يعني الريسيبيانت والهوست نفسه الريسيبيانت مرات انا احذفها وتبقى كم وحده فاكو كلينيكال فيتشرز على البيشنت نفس ما حكيت على بالبدايه مو اكو معك الاوفر راش وكذا فهنا نفس الحاله نشوف اكو راش عليه ونشوف جونزيس عنده وجي اي هيمورج ودي عليه فنقول معناها انه شنو يعني ما نظفناه زين هاي جرافت ما نظفناها زين اكو بغت فيها تيلمفوسايت وبدت علامات ما ريجكشن فأنا لازم أتجنب الريجكشن اللي إذا كنت تايم مات تعالي مهابر أكلوت وأكلوت كرونيك أنا أريد أسوي ترانسبلانتيشن ناجح أنا أريد أنت ناجحة فلازم أتجنبها عدة تولانس هسه شوفوا هنا نايم وان سيلكشن أوف دونرز عن طريق تيست سيلكشن أوف دونرز كلش مهم كلش مهم سيلكشن أوف دونرز هاي العبارة يعني مو كافي خلص مثلا مجتمع محتاج عضو أختار مثلا طاقة عضو لا أنا لازم يعني أختار بعناية واللاين الثاني هو إيميون سبلس ثيرابي يعني دراك ثيرابي هاي اللاينية عمود أسوي ماس
ترانسبلانتيشن ناجحه. نرجع نشوف التستات، بدنا اول شيء الدرج تايبنج والاي بي او سيستم والار اكس سيستم ايضا. اول شيء هو اول تيست اسوي، مو اهم تيست بس اول تيست، يعني مستحيل افكر البيشنت انا اطيح هو والدرج مو متساوي وياكم، نقول ماكو بي اتلانتا كروس ماتشنج. مستحيل بيشنت اللي هو اقصد بالريسبيانت هو ممكن بي البلاد تايب مالته بي بلاد جروب، واني شفت واحد التشو تايبنج يعني متماثلين بالتشو تايبنج بس فصيله الدم مختلفه، هذا ما حصل معناتهم اي ترانسبلانتيشن. فاول شيء اسويه هو البلاد جروبينج والار اكس سيستم. ثاني شيء اسويه هو التشو تايبنج. التشو تايبنج بين الدونرز، اقول دونرز ليش؟ لانه هو الدونر صعوبه القى، فاقول دونرز ممكن اكثر من دونر، يعني ادور ابحث ممكن 10 ممكن اكثر. رسيبيانت واحد حتى اشوف التشو تايب مالته ابن اكثر من تيف، واحد منه هو ال اتش ال اي. شنو ال اتش ال اي؟ هو انتوسايت انتيجين، هو شنو؟ كولكشن من يعني جينز، مجموعه جينات موجوده على الاياب كروموسوم. مين يعرف الاياب كروموسوم؟ كروموسوم 12؟ لا كروموسوم 6. هاي هو هيومن انتوسايت انتيجين، واحد من تيستات اشوفه بين الدونرز والرسيبيانت حتى اشوف انه هذا مطابق ولا مو مطابق. ثاني شيء هو ميكسد لمفاسات ريكشن فور تي ال سيل اكتيفيشن، قالت قبل شوي علي تي سيل اكتيفيشن خصوص بين تو هاي. لازم اشوف الليمفوسايت بين الدونر والرسيبيانت. واخر شيء اشوف سكرينينج فور بيفورم انتيبودي، كلش مهم البيفورم انتيبودي ادور عنها لان راح يصير بينا ريجكشن واحنا بالعمليه نفسها. الجراح هاي مركبت عافيه، الجراح هو اللي يسوي ترانسبلانتيشن يشوف اكو علامات مال ريجكشن. قال على حقيقه قال وحده من الحالات اللي تصير بها بفورم انتيبودي هو بريفيس ترانسبلانتيشن. ممكن ريسبيانت تحتاج بارت من الليفر وما انطت هي. تعرفون الليفر يقدر يعني يرجع السايز مالته. فصارت انتيبودي ضد اما اللي انطته بارت من الليفر مالتها. ولا كم سنه احتاج مثلا كدني او احتاج بون مارو ترانسبلانتيشن ورجعت امه انطته، هو عنده ريفورم انتي بودي. هاي وحده من الميكانزم. الميكانزم الثانيه ذات القامه هو البلاد ترانسفيوجن، ممكن عنده سيكل سيل انيميا وعنده ثلاسيميا. النقطه الثالثه بريجننسي. انتم تعرفون اكو بارير بين الاميون سيستم مال المذر وبين التشايلد هو البلاسنتا، صح؟ هذا بارير كلش مهم حتى الجسم مال الام الحامل بريجننت وومن ما يعتبر التشايلد هو فورم بودي روحي هذا، ما اكو بلاسنتا بيان. مهم ان البلاسنتا هو اللي فوائد اللي تنقل الطفل من المذر للتشايلد. فمرات يصير تير هاي البلاسنتا يعني جينيتيك السبب مالته فتعبر خلايا مناعيه وتهاجم البيبي. صارت عنده كانت انتي بودي بالجسم. ممكن ابورش همين السبب شنو هو؟ احيانا واخر شيء نسوي كروس ماتشنج. الكروس ماتشنج كلش كمان اكثر يعني مو بس من الترانسبلانتيشن، كلكم سامعين مثلكم حرف الكروس ماتشنج بس ما تشوف. من البريفنشن اوف جراف ريدكشن قلنا لاين و سلكشن اوف دونر عن طريق اي بي او ماتشنج والتشو تايبنج. والتشو تايبنج قلنا اول شيء هلا يعني اتش او اي وممكن نكسب لمفاسات ريدكشن والكشف عن البيفون انتي بودي والكروس ماتشنج. اللاين الثاني اللي هو كلش مهم هو الايمن سبريسيف ثيرابي، لازم نثبط المناعه مال الهوست مال الريسبيانت حتى تنجح الترانسبلانتيشن. الهلا يعني ايش هو اي هو الكوساك انتيجين كومو انواع، اهم شيء اني اركز على مين هو على نوع اي وبي وجي ار. هاي الثلاث انواع كلش مهمه بعد شوي راح نشوف بالوصف الجرماني. وهاي قلنا بريفيس بريجنسي وترانسفيوجن وترانسبلانتيشن ايضا هي هاي اللي تخلي تصير عندنا ريفورمد انتي بودي. هذا الصوره توضح لنا شلون البلاد جروب كلها معروفه، بس
بحط مش لازم إلى شان ورسبين على سبيل المثال الرجل ما تسي أي بلاس لهذا ما تسي بوزيتيف لازم الدونر نفسه يكون أي بوزيتيف يعني الرجل ما تسي هذا هنا نعرف إيش يعني نعرف شلون نسوي ال هذا الفحص عم نعرف الهلا يعني تشي تعبي واحد من الفحوصات تشي تعبي إنه أنا أجيب دونر سيل ورسبيانت سيل وبالمختبر اجي اسوي الوسجر عليهم حتى اشوف انه هم مطابقين عندهم نفس الانتجينات عندهم يعني التشو كارد مالتهم متساوي او متشابه عند الاسوداتهم ترانسبلانتيشن او لا. كلها على سبيل المثال هذا مو فد شيء ثابت مثال انه الدونر سيل هي هلا وبيها هلا تايب اي والايدين رقم واحد ورسبيانت سيل هلا يعني اشهر اي اقصد تايب اي همينه والايدين رقم اثنين. فأنا شرح أضيف على سبيل المثال أنتي بدي ضد الأليل الأول الهلا أي الأليل الأول أو ممكن أليل الثاني أو ممكن يعني هلا تايب بي هذا نفس المثال. فأكيد الأنتي بدي للأليل الأول يروح هنا يتفاعل ويا الجين أو الأنتيجين عفوا اللي هو الأليل الأول مو فصار مش نفس شلون قفل المفتاح الأنتي بدي والأنتيجينات نفس صار هذا الشيء هنا ماكو أي شيء لأنه ماكو أي واحد حتى أنتي بدي وتفاعل وياه وثير جهاز عمول أو مو ما أنتي جيني بهذا أنتي بدي ولا أضيف أنا كومينت سيستم فهنا راح يصير لايت ليش لأن أكو رياكشن بتقول أنتي جينز والأنتي بدي هنا لا ما أكو أي لايت مو أصلاً أنتي بدي ما لقى أنتي جينات يتفاعل وياها فبعد يتفاعل وياه نفسه هو أنتي بدي إذا أكو أنتي جيني يروح يهاجم وإذا ماكو ما يبقى من البلبل مو بسيط ولا أنا هنا مصار لايت فأضيف داي أشوف يا هي اللي راح تأخذ صبغة أقول على هي صار ميلايسيز وهاي أنتي بدي وأنتي جين ريأكشن فاللي صار ميلايسيز راح تأخذ صبغة عندنا يا أما تيبون بلو يا أما زين واي واحدة من ذي الصبغات أضيفين هاي الميلايسيز ليش أخذت الصبغة لأن هي صار أكو بالبسيا ومالتها تأخذ صابون وراح تأخذها لأن هي صار ميلايسيز ماتت الغشاء مالتها خفت الفانش ماتت واضحة مو؟ واضحة لعيدة واضحة هاي الريزلت مالتي شوفوا هنا دونر 1 2 ممكن عندنا 10 ممكن عندنا 10 من 40 واحد منهم او اكثر من واحد راح اكو بيناتهم كروس ماتشنج بينه وبين الريسبيانت واقول عليه هذا مطالب اخذه عنده عضو اقل من الهوست محتاج اي عضو وممكن هو مو محتاج عضو انسجه او سيلز فشوفوا الريسبيانت عندنا رقم 1 ورقم 7 انتجينات متشابهه ويا الدونر الاول نعم لا نعم أكبر ماشين نعم أكبر ماشين فأقول هذا الدونر الأول هو أكبر ماشين بينه وبين الريسيبينت أو الهوست بعد شو نسوي الكروس ماشين اللي قلت لكم كلكم أكيد كلكم سامعين بيه كلكم تعرفون هو أكثر من عملية نحتاجه هو اسمه ترانسبلانتيشن إنه أخذ سيروم من الريسيبينت هذا السيروم ممكن يبني فورم أنتي بودي أو أي أنتي بودي ضد هذا الدونر وعرفنا إن كان كيات شلون صير ممكن كنا pregnancy وبعد previous transplantation وقلوات transfusion وهي هاي البروسيس نسميها حاليا لونكس أسي اللي هي قلنا آخذ سيروم من الريسبيانت وأفعله ويا الليمفوسايت من الدونر لو صار أكو رياكشن معنى أكو أنتي بودي بالسيروم مال الريسبيانت أكو أنتي بودي بالسيروم مال الريسبيانت ولا أكو أي تفاعل يعني أكو بيانتو الكروس ماتشين وأقدر عملي يعني عملية ترانسبلانتيشن أقدر أسويها. هسه أجي على اللاين الثاني اللي تذكرون عشان إني أصور ثيرابي عندنا جنرال إني أصور ثيرابي وعندنا سبيسيفيك خلينا نشوف شنو الجنرال أكو كوما يعني ممكن لاينات واحد من مايتوتيك انهبيترز يعني يروح يسوي انهبيشن اما للميتوسيس يعني ايش الانقسام مال مال تي مال تي سيلز حتى لا تنهبت تي سيل بروليفريشن بالتالي تي سيل ما راح تروح تهاجم وتسوي بروجكشن فانطي مايتوتيك انهبيترز بس بعد شوي راح نشوف مثال على هذا اللاين من الفرايز اللاين الثاني انتي انفلاماتوري ايجنتس such as كورتيكوستيرويد كل اللي اخذنا الكورتيكوستيرويد عرفنا انه هي هاز انوسيف افكت مو بعد ممكن شنو فانجل ميتابولايت الفانجل ميتابولايت هاي ايضا هي اميون سيرفيسز ايجنتس هم اكو مثال راح نشوفكم اياه
وممكن تظهر من فوائد الراديشن فور اول اورجنز اكسبت بون مارو اللي ممكن تحتاج يسوون ارثروكسيا يعني تربطك راح يصير عندنا انيميا وما قارنس. كل الجول من عندنا سبع اشياء تو بلوك سيل بلوريفريشن اوف السيل الفويس اللي اهم شيء تي سيل حتى ما يصير عندي شنو ريجكشن ريجكشن. هذا واحد من الادويه اللي هو ازافيوبرين. ازافيوبرين من اقدر الادويه اللي استخدموها كأنيال سبلاشن للترانسبلانتيشن اللي هو شو الشغل مالته بلوك سيل بريشن انتي بروليفريت. هذا سايكلوسبورين اي هو فانجل ميتابولايز انهبيتنج انترلوكين 2 وانترفيون جاما فانهبيتس تي سيل فانكشن. قبل شوي حطوها عند السؤال او بالفيديو اللي بعده. The specific treatment. يعني قبل شوي كان general, general immune suppression. Specific هذا يعني هو من اسمه specific. فعندنا anti CD3. واحد من anti CD3. شو CD3؟ CD3 يعني تكسر أصلا. هذا البروتين تكسر differentiation 3. هذا نحتاجه بالmaturation مال T cell. من أني أروح أبلكه سل بلوك وثبته ونبيش ما يشتغل. ما راح يصير عندي maturation T cell. فما راح يصير عندي الكوليسيال الناعية مال المينو سيستمالتنا وما راح يصير عندي شنو ريجكشن. انتيبادي تو سيرفيس اديجن مولكيول صار نصبه. احنا قلنا يصير عندنا تو سيجنال حتى يصير ريجكشن او يصير تي سيل تبدي تحارب الجرافت. فانا من ابلك ايضا اوطي انتيبادي للمولكيول نصبه على اديجن. احنا نعرف الاديجن هي وحدة من العمليات اللي تسوي مثلا اي اصابه. انتيبادي تو سايتوكاين. سايتوكاين اللي تنفر از ورا تفعل سي دي 4. ممكن اعطيها انتيبادي مثل انتي انترلوكين 2 او بلوك جلوكوز بلوك جلوكوز ميثري سيجنال يعني دي 7 مثلا اسوي بلوك حكيتها عني. اخر شيء هو عندنا تايب من الترانسبلانتيشن اللي صار قبل فتره من زرعه وقلب مال خنزير الانسان هو زينو ترانسبلانتيشن. زينا أقصد بيها animal. زينا transplantation. إيش وقت أنا أجي لل يعني أجي آخر من الحيوان عضو وأزرعه للإنسان؟ من ما عندي donors. من ما عندي donors. هو مو first line إنه من حيوان آخر عضو. لا. من ما أجي donors وهذا الهيومن يحتاج هذا العضو فأنا أروح أدور على الحيوان الآخر عنده. وعندنا obstacles والimmune system. الimmune system مالتنا يعني احنا ما جمعوا اوقات هوايه ليش ان هم اكيد التشو تايمين كلش مختلفه بين الانيمال وبين الهيومن صح؟ فاني بس من ما عندي دونرز كهيومن شو وقت احنا نقول هذا الترانسبلانتيشن ينجح من يكون بين تو سيم سبيشيز حيوان حيوان او انسان او انسان احنا ما عندنا شوفوا هنا هذا البيت ممكن اخذ من عنده سكين بالبيرد ممكن اخذ من عنده كدني الكدني فيلر عند كدني ترانسبلانتيشن ممكن اخذ من عنده ايلتس اوف بنكرياس للناس اللي عندهم دايابيتس شخص عنده دي ان مثلا تايب 1 هو مدمجه عنده بيتا سيل ما عنده انسولين فاني اخذ ايلتس اوف بنكرياس وازرعها بالهيومن ريسبيانت حتى يكون يصير عنده انسولين. هاشوة ثانية. شنو الأشياء اللي ممكن أخذها من الحيوان؟ كان طالع الخنزير. ممكن الكدني، ممكن الليفر، نايس أو بنكرياس، لانز، هارت، كورنيا. كورنيا زرعة الفرنيحة يعني مشهور. ممكن سكين قلنا بالبيرد. فأنا سوري إنه العام صارت أخو عملية ترانسبلانتيشن من ايه كدني يعني ان السيده متوفيه سريريا رادوا يجربوها هي متوفيه سريريا واكو يعني خلوقات كدني زرعوها هنا بالعكسار ورقوها بالاورده مال البطن وشافوا انه اشتغلت يعني صارت يورين خلوا يورين باب وشافوا اكو يورين شافوا مستوى كرياتينين كان صاعد قبل يسوون هاي الكدني ترانسبلانتيشن ولا شافوا صار نورمال كرياتينين فبوقتها عندهم هاي نجحت نخلوا كدني من الخنزير وزرعوها السيدة المتوفية سريريا وقت عنا ونجحت
هاي العام ما اعرف شنو اللي صار بس هي نجحت بوقتها والله مربوطه الارتري مال الابدومن مال السيده بالارتري مال المورينا ارتري مال الكدني هاي شافوا انه صار اكو خلاص يعني دنشه وبنا صار اكو جي اف ار وفلتريشن وطلع منه وين كرياتين صار نورمال فقال انه ها بس بعد ما عدلوه وراثيا وحفوا منها جينز من جين السكر او شوجر جين هذا مسؤول عن الريجكشن حفونها على الكدني وزرعوها على جسم السيدة هنا فشافوا اكو يورين والكرياتينين صار نورمال ضد المادة فوقتها عنا ونجحت الترانسبلانتيشن بين الخنزير وبين الامراء البوكي سيلين كنا واحد من السكيوات بسيطة عنهم بسيطة مهمة which are we following cell أسويها depletion حتى أجنب الجراد versus host reaction أو جراد أجنب الماتور تي سيل حتى يصير عندي rejection أو نقول على عفوا جراد versus host reaction الجراد هناك ناجي من الجسم أسوي depletion زين كان شو تذكره ما تذكره إذاني يعني حلا فكرة سويت depletion بس هي مو قد كم واحدة شو عنواتي راح أشوفها بيشت عمر 31 سنة أخو عمر 35 سنة بقول شنو عمرنا عمرنا تفيدنا عنده عملية هذا 31 سنة عنده سيرجري فراح أخذ بطل مالتين يعني بلاد يونت خلاها بالبنك من عنده ومن أخوه من عنده ومن أخوه بقى نحتاج له كيف شنو عن دي أوتوغرام ليش ما قلنا أيزو ليش ما قلنا أوتوغرام وأيزوغرام لما مو توين وعلى مراحل كاتب هاي لا في سؤال طلاب شئنوهم سئلوا